بالنسبه للعرض اللي مشاركتك من الحكومه، شنو هو العرض اللي تقدم لكم لحد الساعه؟ لا لحد الساعه، لا لحد الساعه ليس هناك اي عرض دقيق من طرف السيد رئيس الحكومه المعين من طرف جلاله الملك. كانت تهنئته بطبيعه الحال، وبدون شك ان الجوله المقبله ستكون جوله ادق من خلال بدون شك تقديم من طرفه اقتراحات ملموسة من حيث النتائج الانتخابية. أنتم طبعا في المشاركة الحكومية، لا احنا نعتبر بأن الرتبة التي حصلنا عليها تساعدنا على أن نكون طرفا في الأغلبية، لذلك نامل من خلال التجربة، لأن تجربتنا كحليف مساعدة جدا، لأننا أوفياء لحلفائنا، وأننا كذلك دائما احترمنا كل التزامات التي قمنا بها.